عسكري مهدي بقى وعسكري مفهوم. هو في مشاكل ما بين الداخليه وما بين الايه الشعب خلاص، بسبب طبعا ايه يعني تصرفات مش، وبعدين الناس اللي موجوده من اماكن من حاجات لاسباب متعدده، ما فيش سبب واحد نقدر نجمع عليه ايه القرار. كل ما تتكلم مع مجموعه تلاقي السبب، والانتفاضه كلها ضد الايه اللي هم ايه الداخليه. ده اساسها ايه؟ هل في علاقه او هم بداوا بالاختلافات او لا؟ ده اللي احنا